لكن هاي هي العلامات التسعة والإشارات يلي أنت لازم تحاولي إنك تركزي معاها كتير منيح مع طفلك لحتى تستوعبي إذا كان طفلك عم بيعاني من موضوع التوحد أو لا، من مرض التوحد أو لا. لكن نحن مثل ما حكينا لكم إنه مرض التوحد هو مستويات، فهذا الشيء مش بخوف أبدا، وأصلا صار في إله علاج، إن كان علاج طبي أو علاج سلوكي أكيد. حتى نحكي نحن وأنتوا أكثر مشاهدين رح تنضمنا عبر الهاتف الدكتورة زينة ناقور، وهي مدير عام مؤسسة إدراك للتربية الخاصة، لحتى نعرف منها أكثر كمؤسسات كيف نحن ممكن نتعامل مع هذا المرض. بدي أقولها أهلا وسهلا فيك دكتورة زينة. أهلا وسهلا ستي. أهلين دكتورة زينة، حضرتك مدير عام مؤسسة إدراك للتربية الخاصة وهي مكانها ومقرها بالعاصمة الأردنية عمان. بدنا نعرف نحن بالخبر إذا حضرتينا حكينا كأهالي كيف ممكن أنه أنا أراقب طفلي لحتى أعرف إذا هو في عنده مرض التوحد أو لا، لكن الدرجة أو الخطوة الثانية أنه أنا أجي أحط ابني بمؤسسة مثل مؤسسة إدراك للتربية الخاصة. أنتوا هنا شو بيكون دوركم دكتورة زينة؟ هلا هو التوحد عبارة عن اضطراب سلوكي انفعالي. نعم. فالأسرة لها أهمية كبيرة بصراحة بالبداية باكتشافه، لأنه هو بيولد عند الطفل لما يجي. إذا الأم كانت شوي واعية للمراحل النمو الطبيعية ممكن تكتشفه وتلحقه في مراكز متخصصة، لأنه كل ما اكتشفت الأعراض مبكرة كل ما صار التأهيل والتدريب أفضل وبيعطي نتائج، وبنقدر نوصل معه لمرحلة يصير متساوي مع أقرانه. فالبرامج اللي هو بياخدها إجمالا هي رح تكون عبارة عن برامج سلوكية، لأنه هو أصلا توحد اضطراب سلوكي انفعالي من اسمه، بما انه اضطراب سلوكي فاول برنامج بنعتمد عليه اللي هو تعديل السلوك. يصاحب عادة اطفال التوحد الحركة الزائدة، التشتت، عدم التركيز، فاحنا بنركز على هاي البرامج انه نقلل من عنده عدم التركيز، نزيد من تواصله، نزيد من قدرته على التواصل مع البيئة المحيطة حواليه، مشان انه نقدر نكسبه المهارات. البرنامج اللي بنعطيه لازم يكون متكامل، فهو فريق اللي بيشتغل معاه مش شخص او شخصين، بيشتغل معاه العلاج الوظيفي والعلاج السلوكي والتربية الخاصة، لانه لازم يكون متكامل الشغل مع هذا الطفل. نعم حلو كتير. بس انتو عندكم بالمؤسسة دكتورة زينة بتتعاملوا مع كل حدا هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مش بس مرض التوحد، مش هيك؟ مزبوط مزبوط. حلو كتير. احنا لازم يكون في أن يوم الأيام زيارة لمركزكم أكيد. هذا بشرفنا ستي، بشرفنا. شكرا كتير لإلك دكتورة زينة. بالآونة الأخيرة كان في كتير شكاوى من بعض الأهالي إنه هاي المراكز مش بتعتني بأولادهم بالطريقة الصحيحة، ونحن نعرف انه هن اذا كان اللي عنده اوتيزم او اي احتياجات خاصه بدهم عنايه خاصه كثير، خصوصا انه انت عرفتي مرض التوحد بانه هو يعني هو خلينا نقول اضطراب سلوكي عند الاطفال. يعني بما معناه انتوا لكم دوركم بانكم تتعاملوا معاه كيف يحسن سلوكه، فكيف ممكن؟ عن طريق اللعب، القراءة، بتعلموهم كيف يتعايشوا مع الأمور الحياة، كيف يعتمد على حاله أكثر دكتورة؟ هو للأسف زي ما حكيتي ستي، يعني في ناس أساءت لبعض بعض المراكز أساءت التصرف، ولكن إحنا ما منعمم السيء، لأنه بالأصل إنه مركز متخصص في هاي الخدمة لهاي الفئة لازم يكون على مستوى عالي من الجودة ومن الأشخاص والأخصائيين المؤهلين. أنا دائما بركز على نقطة إنه أي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، توحد أو عنده إعاقة ثانية، لازم يكون في عنا رغبة وحب في التعامل معه، لأنه هذا الطفل إذا أنت ما فتي عالمه وحبيتيه فهو ما رح يتواصل معك. يعني ياريت لو كل المراكز يركزوا على الفئة اللي تشتغل مع هاي هؤلاء الأطفال، لأنه هذا هو الأساس. إذا هذا الشرط كان مضبوط في المؤسسة أو المركز اللي بيقدم الخدمة لهؤلاء الأطفال، فأنا متأكدة إنه البرامج راح تكون ناجحة 100%. نعم أكيد. دكتورة زينب ما بدي أتأخر عليك بهاي المداخلة عبر الهاتف أبداً. ونحن راح نكون ضيوف لإلك إن شاء الله قريبا. بشرفنا ستي. شكرا. بس بالأخير شو هي نصيحتك لكل يلي عم يحضرونا لحتى يقدروا يتعاملوا مع هذا الموضوع كأهالي دكتورة؟ بصراحة هلا اضطراب التوحد الكل يعني بيفكر انه هو ببلش من عمر 3 سنوات،
فأنا يعني بس في نقطة حابة أحكيها للأهالي وللأمهات تحديدا، إنه هو الطفل بينولد عنده هذا الاضطراب، فممكن إذا كان عندها وعي وبتقرأ شوية وبتتثقف في هذا المجال ممكن تكتشف من عمر الأشهر إنه ابنها مصاب باضطراب معين أو لا. يعني من الفترة اللي ببلش يتواصل فيها بالبصر وهي بتشربه الحليب وهي بتغير له لما يناغي طريقته بالمناغاة، تشوف ردود فعله، ابتسامته على عمر 6 شهور، الحركات الطفل الطبيعي بيعملها، إذا كانت هي واعية فيها فبتقدر تكتشف إنه ابنها عنده عرض من هاي الأعراض وتتابعها مبكرا، أو إنه طفلها سليم وتكمل معه بطريقة صحيحة. نعم دكتورة زينة ناقور مدير عام مؤسسة إدراك، شكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية، شكرا على هاي المداخلة.